والمريض دكتور ممكن يختار يعني مثلا بما انه الجهاز له سوفت وير معين ممكن المريض في بيته يختار الاطوال. نعم هذا هو اللي احنا نحكي فيه، انه اول ما اخترعوا الجهاز كان جهاز ثقيل ستانلس ستيل حديد يعني، بعدين الامريكان اخترعوا طريقه او كويسه اللي هي انه بدل ما يكون الحلقات تكون من المعدن عملوها من كربون، وحطوا جهاز، الجهاز حطوا له سوفت وير بحيث يكون تطويل دقيق جدا، ونفس الوقت اذا كان مع التطويل اي تشوه خلقي مثلا اعوجاج العظم بزاويه معينه او في مشكله في الدوران العظمي او الرجل بده بده يصلحه. كيف بيكون وضع الساق في هذا الجهاز؟ الجهاز بيكون حوالين الساق، يعني احنا نحكي هاي عظمه الفخذ، بتلاقي مثلا الجهاز بيكون بالشكل هذا، والبينز الوايرز المعدن اللي بثبت الجهاز مع العظمه من خلال الوايرز او البينز الماسكين بالعظمه. طبعا يكون اكثر من واحد، خلينا نقول كل رينج كل حلقه تقريبا 4 أو 5. عظيم. والثاني برضه تحتاني نفس الشيء. هلا الحلو في الموضوع انه المريض بيقدر يغير، هو بيطول حاله بحاله، انه هذول الستراتس بسموهم اللي عباره عن 6 أعمده لهم يعني لها مسطره معينه، هو ما عليه الا غير يحرك هذا البرغي خلينا نحكي لا باتجاه السهم هذا بحيث انه يطول ملي او 2 ملي وتبقى. وبالتالي انه بعد تقريبا بعد شهر شهرين ثلاثة بتلاقي انه هذا الرينج طول. دكتور خليني اختم حديثي معك بنصيحة توجهها للمشاهدين تحديدا اللي يعانوا من قصر القامة، شو ممكن تنصحهم؟ يعني حابب يطول ايش يسوي؟ بنصح انه الموضوع يكون ياخذوا من طبيب عظام مختص بالتطويل، صحيح، وما يقرا عن طريق النت او عن طريق السوشيال ميديا، لانه الموضوع فيه تفاصيل كثيره مهمه جدا للمريض بحيث انه ما يتفاجأ بعد العمليه او بعد او خلافه التطويل. صحيح، وبالنهايه العمليه دقيقه جدا تتطلب طبيب مختص في هذا اكيد الموضوع. يعني هو اللي بصير انه عمليه تطويل هو يتم من خلال طبيب عظام مختص بتطويل عظام عنده خبره ودارس، لأن مو كل طبيب عظام مختص بتطوير العظام. نعم. كل شكر لك دكتور، أنا شخصيا استفدت جدا من هاي المعلومات وإن شاء الله المشاهدين استفادوا. شكرا لك دكتور محمد خضر. أهلا وسهلا.